أعيش قصتها كنعيشها مؤخرا. خاصة تكون بنت الناس اللي وقفت معاك في الحزة، ماشي غير في الساعة الزوينة، ويكون عندها أموال القيم لي برينسيپ. أهم حاجة في المرأة هما لي برينسيپ ديالها، يكون عندها مبادئ في الحياة ماشي غير عايشة وصافي. الحمد لله، يعني كانت صراحة فترة صعيبة دوزت هاد سنتين، ولكن الحمد لله أنا معاك اليوم بصحة جيدة أحسن من أي وقت مضى، وكنتمنى إن شاء الله أن ربي يديم عليا نعمة الصحة ونعطيكم أعمال كثيرة، لأنه أنا ما عطيتكمش أعمال كثيرة، باقي خصني نعطي. كنتمنى إن شاء الله أن يكون عندي لي فيتشورينغ من أمريكا اللاتينية، وكنتمنى إن شاء الله أنه يكون عندي ديو مع فنانين عالميين، ولكن هاد السنة هادي 2019 غنتكونسونطرا في الموسيقى ديالي وفي الألبوم ديالي. كنشوف انه فنيا الساحة غنية، يعني مزيان انه يكون عندنا الراب ويكون عندنا البوب ويكون عندنا الراي، غير هو ما بقاوش متعلقين بالطوندونس طوندونس طوندونس، خاصني نحط الفلوس في يوتيوب باش نطلع في الطوندونس، لانه المنتوج هو اللي كيحكم على الواحد، هو اللي كيدوم. اما الشهرة اللي 15 دقيقة ولا 20 دقيقة كتزول، وفعلا الطوندونس يعني تطفو عليها بعض التفاهة، غتحيد مع الوقت ان شاء الله، وغيبقاو غير يعني غتبقى غير الحاجات الزوينه، سواء ابداع سواء روبورتاج سواء برنامج سياسي ترفيهي فني، هادشي اللي بغينا يكون ان شاء الله في الساحه. كنت بغيت نولي مهندس، ولكن المهندس كيفيق في 8 الصباح وانا كنفيق حتى 12، اختاريت الفن. عندي ديبلوم مهندس دوله ميزه مستحسن الهندسه الكهربائيه. يعني فرحان بزاف انني من ضمن اول مغربي زمسنا مع شركه سوني، وكنتمنى ان شاء الله انه هادشي يفتح باب للشباب المغربي وما نكونش انا اخر واحد. وسنتين يعني كانت من المفاوضات معهم ماشي ساهل باش توصلنا العقد اللي ما يكونش احتكاري، مي هو عقد احترافي اللي خداو فيه البوم وخداو فيه التسيير الفني ديالي، وخلاو لي الاختيارات الفنيه ليا، وزعما احترموني الصراحه وتعاملوا معايا كارتيست كبير، وكان العقد ابرم يعني بواحد المقابل مادي اللي هو مهم، والحمد لله يعني كنفتخر بهذا الشيء. الانتاج يعني سوني وما يتكلفوا لي بالمانجمنت، الانتاج ديالي شخصي، وان شاء الله غيكون الكليب الجاي في الاخر ديال شهر افريل اللي هو بيني وبينك، اغنيه اللي غنيت في موازين وفي تيميتار، وان شاء الله غادي نقرروا فوقاش نخرجوا الفيديو كليبات، هذا الشيء كيكون بالتشاور مع اللابل.